أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. المشاهد نت: بعد حصار عامين تعز تبدأ إنتاج أكسجين المشافي. من الموقع بوست: سؤال أهالي عدن اليوم، هل تحررنا فعلا؟ ومن البي بي سي: أطباء أمريكيون ينجحون في زراعة يدين لطفل من طفل آخر. وأخيرا من الهاف بوست: العثور على جثتي والدين خرجا لجلب الحليب لأطفالهم قبل نحو 70 عاما. أهلا بكم. يتحدث موقع المشاهد نت عن ما يمكن اعتباره منجزا في زمن الحرب والحصار على مدينة تعز، وعنوان الموقع: افتتاح محطة لإنتاج الأكسجين بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 أسطوانة يوميا. يقول الموقع: افتتحت في مدينة تعز محطة خاصة بإنتاج الأكسجين، والتي تعتبر أول محطة لتوليد الأكسجين بالمحافظة بتمويل من مؤسسة راف المختصة بالأعمال الإنسانية. وقال الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة بتعز أن مشروع المحطة سوف يخفف الكثير من المعاناة التي يتجرعها المرضى منذ أن فرضت جماعة الحوثي حصارها على تعز، والتي أحكمت حصارها المشدد على المدينة. من جهته قال فارس العبسي وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية أنها ستعمل على التخفيف من معاناة المواطنين جراء قلة اسطوانات الأكسجين بسبب الحصار الخانق والحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأضاف أن المشروع سوف يمد كافة المستشفيات بالمحافظة بما تحتاجه من الأكسجين، خصوصا وأن المشروع ينتج الأكسجين بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 أسطوانة يوميا. تواصل فرق قطع التيار الكهربائي على الربط العشوائي التابعة لمؤسسة كهرباء عدن أعمالها، وباشرت الفرق أعمالها منذ أيام في جميع المناطق، مستهدفة جميع المخالفين والمنتهكين لشبكة الكهرباء من خلال الربط المباشر من عدة خطوط. واستهدفت فرق القطع التابعة للمنطقة الأولى المخالفين في مدينة كريتر، سواء كانوا من كبار المستهلكين مثل الفنادق والمنشآت أو من فئة الأهالي لتقليل الفاقد من التيار الكهربائي. وقال نائب مدير المنطقة الأولى سالم الوليدي أن الحملات شملت جميع المخالفين بسبب قيامهم بالربط المباشر ونقص التسديدات وارتفاع نسبة الفاقد في التيار الكهربائي، الأمر الذي يعود بالضرر على باقي السكان. مضيفا: الإجراءات تأتي من أجل الحفاظ على ديمومة واستقرار التيار الكهربائي، كون التجاوز والربط العشوائي يسبب الكثير من المتاعب للمؤسسة وللمواطنين. الثورة وغبار التاريخ. تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في موقع الاشتراكي نت، والذي قال في أجزاء منه: اعتقدنا لوهلة أنه بإمكاننا صناعة خلاص قطري، بالرغم من أننا لم نبني تصورا حول شكل ومضمون هذا الخلاص. كل ما في الأمر هو أننا لم ننظر إلى محيطنا ولم نرغب لدقيقة واحدة في تصدير الثورة إليهم، لكنها رغبتهم على أي حال، أو كما سنرى تباعا. ثمة من يعتقد أن تدخل الأنظمة الخليجية في شؤون البلدان العربية التي شهدت ثورات دافعها الخوف والهلع من وصول نيران الثورة إليها. ليس هذا كل الحقيقة. كان هذا اعتقاد الأنظمة الخليجية عندما تخبطت مذعورة لوقت طويل قبل أن تبني تحالفا مضادا لثورات، لكن الحقيقة أن ما حدث حتى الآن حدث ضمن سياقه الطبيعي. عندما أفكر أن مشكلتنا ليست قطرية وإنها قومية وتشمل كافة البلدان العربية، وأعيد التفكير بثورات الربيع ومجمل الظروف التي أحاطت بنا، فلا يمكنني تصور طريقة أفضل لتعميم الثورة، أعني أفضل من هذه الطريقة المعمول بها حالياً. طبعاً كبداية، أصبح تعميم الثورة يتسرب من باب طرح المشكلة برمتها على الطاولة وإعادة التفكير من جديد بكل تفاصيل الخلاص القطري الذي سيكون لا معنى له ما لم يكن ضمن سياق الخلاص القومي.
ويبدو أن هذا هو الشيء الذي خسرت الأنظمة العربية لأجله مئات المليارات. لا جديد في الأمر، فهذا أسلوب عتيق في منهج الثورات العظيمة. يكفي أن هذه الأنظمة خرجت من أبراجها ومن تلك الصورة التي تكرست بالمال والنفط لعقود طويلة وكأنها صورة أبدية. الآن يمكننا الحديث بشكل مختلف والتفكير بشكل جدي، ولولا الربيع العربي الذي كان بمثابة شرارة للثورة وليس الثورة كلها لكان الأفق الضيق قد كتم على أنفاسنا، خصوصا أننا نعيش وسط أمواج متلاطمة يصعب كبحها بدون التعارك مع ما هو أبعد منها. عامان بالتمام والكمال مرا على تحرير العاصمة المؤقتة عدن واستعادتها من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، لكن كل هذه المدة لم تكن كافية لإحداث تغيير، وذلك طبقا لأهالي تحدثوا لموقع الموقع بوست وقالوا إن سؤالهم الموحد في مجالسهم اليومية هل تحررنا فعلا، حيث ما زالت الأوضاع أو ما تزال الأوضاع الخدمية متدهورة كنظيراتها في مؤسسات الدولة المعلقة أعمالها حتى أجل غير مسمى مقابل أجهزة أمنية تسودها الفوضى والعشوائية والتجنيد على أسس مناطقية، في حين بقيت قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد رب منصور هادي مستقرة في العاصمة السعودية الرياض عدا بعض الزيارات القصيرة للعاصمة المؤقتة عدن، والتي أصبحت ساحة صراع بين الشرعية من جهة والتشكيلات العسكرية المدعومة من دولة الإمارات من جهة أخرى. يقول الموقع إن هذا الصراع جعل المشهد مأساويا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالهموم والأزمات أثقلت كاهل المواطن والذي بات يشكك في حقيقة الانتصار الذي أعلن صبيحة يوم عيد الفطر من العام 2015 والموافق 17 يوليو. موقع يمن مونيتور يتابع آخر الصراعات الدائرة بين طرفي الانقلاب في صنعاء، وعنوان الموقع قرار حوثي يستولي على أموال الزكاة في صنعاء يشعل غضب أنصار صالح. قال الموقع إن المجالس المحلية بأمانة العاصمة صنعاء التابعة لمؤتمر المخلوع أصدرت بياناً شديد اللهجة بعد تمرير جماعة الحوثي أخذ الإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة. وكان الحوثيون قد أصدروا قرارا في 8 يوليو الجاري بخصوص إيداع الإيرادات الزكوية لكبار المكلفين في حساب خاص بحكومة الحوثي صالح في البنك المركزي. وفي البيان الصادر من قبل المجالس المحلية الذي تلقى يمن مونيتور نسخة منه أفاد بأنه سيلجأ إلى التصعيد واتخاذ كافة الطرق الحقوقية والقانونية والمشروعة حفاظا على تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحاتها التنفيذية والمالية. التطرف والسياسات الدينية القائمة، تحت هذا العنوان كتب الأردني إبراهيم غرايبة مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: ظل الخطاب الديني ثابتا بسبب ثبات واستقرار الأنظمة الاقتصادية والسياسية المحيطة بعالم العرب، حتى ظن الناس أن الخطاب هو الدين نفسه. وعندما هبت على العرب رياح التغيير التي اجتاحت العالم تغير الخطاب وتعدد بطبيعة الحال، فقد ظهر خطاب ديني جديد يؤسس لعلاقة بين الدين والدولة والمجتمع مختلفة عن الخطاب الديني التاريخي والتقليدي. وتحول الخطاب الديني غير الرسمي الذي تشكل إلى جماعات سياسية واجتماعية تدعو إلى استئناف الخلافة، ولقي هذا الخطاب تشجيعاً وتأييداً من السلطات السياسية، ثم تطور وبسرعة إلى جماعات سياسية واجتماعية مستقلة عن الدولة تعمل في أحيان وأماكن بموافقتها وعلمها، وفي أحيان وأماكن أخرى من دون موافقتها. وبدأ الخطاب الديني الرسمي بالضمور والانحسار، ولم يعد قادراً على مواكبة العصر والتحولات، ولقي إعراضاً شديداً وهجراناً من النخب والأجيال. وعندما عاد المد الديني وبدأ يكتسب تأييداً متزايداً منذ 70ات القرن 20، انتشر في جميع الأوساط والطبقات الاجتماعية، وفي غياب وانحسار الخطاب الديني التقليدي، قد نشأ وغلب خطاب ديني جديد يقوم على فكرة تقديس التاريخ والتجارب الدينية وشمول الدين لجميع شؤون الحياة، ويدعو إلى تطبيق الدين في الحكم والسياسة والاقتصاد والتعليم والإدارة.
وتشكل خطاب ديني متمكن مدعوم بمحتوى فكري وإعلامي وإرشادي يدعو ويقدم نماذج جديدة أو يجدد نماذج تاريخية في الحكم والاقتصاد والإعلام والتعليم، وينشئ مواقف وتطبيقات مستمدة من هذا الخطاب تغير في أسلوب الحياة والمؤسسات والأفكار والعلاقات والتحالفات الاجتماعية الداخلية والدولية. ولقي هذا الخطاب قبولاً وانتشاراً وتأييداً في الدول والمجتمعات والأسواق. السفير الوحيد الموجود في العاصمة المؤقتة بدأ بمزاولة العديد من الأنشطة، ووفقاً لموقع عدن تايم فقد استقبل معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي سعادة السفير الصومالي عبد الله حاشي شوريا، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بين اليمن وجمهورية الصومال ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، تركز جلها حول الملف الاقتصادي ومجال النقل الجوي والبحري، كما بحث الجانبان سبل توطيد العلاقات التي تمتد لعقود طويلة وارتبطت ارتباطا وثيقا، وثمن السفير الصومالي جهود القيادة اليمنية في دعم ومساعدة الشعب الصومالي منذ عشرات السنين. وقال الموقع إن أمن الصومال هو أمن اليمن، كون البلدين في منطقة جغرافية واحدة وممر ملاحي واحد، ومسؤولية الدولتين مشتركة في تأمين الخط الملاحي، وهناك تواصل مستمر في تقريب وجهات النظر وحل الإشكال القائم بين اليمن والصومال فيما يتعلق بالحدود البحرية. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الحرب التي تقتل اليمنيين وتقطع أرزاقهم تمنعهم من السفر أيضا، وبحسب صحيفة العرب الجديد هناك أزمة كبرى في مطارات البلاد ما بين مغلق ومحدود الخدمة ما يحول بين المرضى وتلقي العلاج ويمنع عودة كثيرين. باتت المطارات من أهم عناوين الأزمة اليمنية، إذ لا يقتصر الإغلاق والحصار على مناطق سيطرة الحوثيين، بل يتعدى ذلك إلى الأزمات التي تواجه أبرز مطارين في الجنوب والشرق، أما أسباب ذلك فلا تخلو من دوافع سياسية. أخيرا عاد ملف معاناة المسافرين اليمنيين إلى الواجهة عقب إغلاق مطار سيئون الدولي بسبب نفاذ وقود الطيران من المطار قبل تدخل السعودية في الأيام الأخيرة بإرسال قاطرات وقود لتشغيل المطار. وفي موضوع متصل تقول صحيفة العرب الجديد شركة طيران يمنية خاصة أعلنت عن حصولها على موافقة الحكومة اليمنية وبدء تيسير رحلات منتظمة بأسعار اقتصادية بين مطار عدن ومطاري القاهرة المصري والملكة علياء الأردني. وقالت الشركة الجديدة التي تحمل اسم بلقيس للطيران في بيان حصل العربي الجديد على نسخة منه أنها ستعمل على 3 خطوط دولية كمرحلة أولى، وأولى رحلاتها ستكون بين عدن والقاهرة في يوم 20 يوليو الجاري. صحيفة الاتحاد قالت إن منظمة الصحة العالمية سجلت تراجعاً نسبياً في أعداد حالات الوفاة بالكوليرا في اليمن مع دخول الوباء أسبوعه 12. قالت المنظمة الدولية في تقرير إنها سجلت 6 حالات وفاة فقط، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 1790 بعد أن سجلت 1784 حالة وفاة. كما سجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات بمحافظة حجة أكثر المحافظات المنكوبة بهذا الوباء.
مراسل نيويورك تايمز الأمريكية في العراق تيم أرنغو كتب مقالا عن التواجد الإيراني في العراق وكيف أصبحت بغداد مدينة مسلوبة الإرادة والقرار أمام المد الإيراني. ويضيف الكاتب في مقال نشرته صحيفته: الداخل إلى أي سوق في العراق يلقى سلعا من إيران، حليب ولبن ودجاج على الرفوف، ومن يفتح التلفزيون يقع على قنوات تبث برامج تتعاطف مع إيران، وإذا رأى مبنى جديد يرتفع ويشيد رجح أن الإسمنت والطوب من إيران. وحين يشعر الشباب العراقي بالملل يبتلعون حبوبا مخدرة لبلوغ مرحلة الانتشاء، ويرجح أن المخدرات هذه هربت عبر الحدود الإيرانية المشرعة الأبواب. وفي أصقاع البلاد كلها تكد ميليشيات ترعاها إيران في شق ممر ينقل السلاح والرجال إلى وكلاء طهران في سوريا ولبنان. وحين اجتاحت أمريكا العراق قبل 14 عاماً لإطاحة صدام حسين، رأت أن العراق قد يكون ركناً ديمقراطياً منفتحاً على الغرب في الشرق الأوسط، وبذلت الدماء والثروات في سبيل الغاية هذه. وعلى خلاف أمريكا، رأت إيران منذ أولى أيام الاجتياح أنه فرصة سانحة أمامها لاستتباع العراق وتحويله إلى دولة تابعة تدور في فلكها وتبديد خطره عنها والتوسل به منطلقاً لنشر النفوذ الإيراني في المنطقة. وفي هذا السياق فازت إيران وخسرت أمريكا. إيران لم تنشغل أبداً عما تطمح إليه، الهيمنة على العراق وأشق ممر من طهران إلى المتوسط. والعراق ليس حلقة من حلقات المشروع الإيراني التوسعي فحسب، فطهران تتوسل القوة الناعمة والعسكرية لبسط نفوذها في لبنان وسوريا واليمن وأفغانستان وفي أصقاع المنطقة كلها. وفي بعض المعابر الحدودية في الجنوب السيادة العراقية مسألة لا تشغل أحدا. وفي النجف تتولى إيران جمع النفايات منذ منح مجلس المحافظة عقدا بلديا إلى شركة إيرانية خاصة. ويقول زبير الجبوري من مجلس المحافظة: نستورد التفاح من إيران لنقدمه إلى الحجاج الإيرانيين. صحيفة القدس العربي نقلت عن قناة الإخبارية السعودية أن الشرطة ألقت القبض على امرأة سعودية بسبب تسجيل فيديو انتشر على الإنترنت تظهر فيه وهي تتجول في شارع خال من الناس مرتدية تنورة قصيرة وقميصا يكشف جزءا من خصرها. الفيديو أثار غضب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي في البلد المحافظ، وقد نفسوا عن غضبهم باستخدام هاشتاج يطالب بمحاكمة العارضة خلود في إشارة إلى ما قالوا أنه اسمها على تطبيق سناب شات. وفي الفيديو تسير المرأة في شارع تحيط به أسوار من الطيب اللبن وقال مستخدمون أنه في أشيقر وهي قرية أثرية خارج العاصمة الرياض. وقالت الإخبارية على حسابها بموقع تويتر: شرطة الرياض ضبطت امرأة ظهرت بملابس غير محتشمة في أشيقر وأحالتها للنيابة العامة. إلى واحد من أكثر الأخبار مطالعة على شبكة البي بي سي والذي جاء بعنوان: نجاح مذهل لعملية زراعة يدين لطفل أمريكي. قالت البي بي سي بعد أن دخل التاريخ كأول طفل في العالم يخضع لعملية زرع يدين، أصبح بإمكان طفل أمريكي يدعى زيون هارفي أن يحرك مضرب كرة البيسبول بيديه جيدا حسب ما أفاد أطباؤه. وخضع هارفي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات الآن لعملية زرع اليدين قبل عامين، وأعرب الأطباء عن دهشتهم وفخرهم الشديد للتقدم الذي حققه الطفل. ويمكن لهارفي الآن أن يكتب ويأكل ويرتدي ملابسه بنفسه، بالإضافة إلى قدرته على الإمساك بمضرب البيسبول. ورغم أن اليدين هما من أحد المتبرعين، فإن مخ الطفل قد تفاعل معهما بشكل جيد وكأنهما جزء أصيل من جسمه. وقالت الدكتورة ساندرا عضو الفريق المعالج لهارفي في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا في تصريح للبي بي سي: إن هارفي يحقق تقدما كبيرا باستمرار، إنه يستطيع أن يؤرجح عصا الفيسبول بقدر أكبر بكثير من التنسيق، ويمكنه أن يكتب بوضوح تام، وشعوره باليدين يتحسن باستمرار. إنه أمر مذهل، يمكنه الآن أن يلمس بلطف خد أمه ويشعر به.
موقع الهاف بوست عربي عنوان في أحد أخباره المنوعة: خرج قبل 75 عاما لجلب الحليب لأطفالهما ولم يعودا. قصة زوجين عثر عليهما في جبل من الجليد. قالت وسائل إعلام سويسرية إن جثتين متجمدتين لشخصين فقدا قبل 75 عاما في جبال الألب عثر عليهما مع انحسار الجليد، وكان مارسلان وفرانسين دومولين وهما والدا 7 أبناء، خرجا لحلب أبقارهما في أحد المروج قرب شاندولين في إقليم فاليس يوم 15 أغسطس آب عام 1942. وقالت مارسيلين دومولين أصغر أبنائهما لصحيفة لوماتام في لوزان: أمضينا حياتنا كلها في البحث عنهما دون توقف، تصورنا أن بإمكاننا إقامة جنازة تليق بهما ذات يوم. وأضافت الابنة البالغة من العمر 79 عاما: يمكنني أن أقول أنه بعد 75 عاما من الانتظار تجعلني هذه الأنباء أشعر بهدوء عميق. الطريق من حما إلى حلب في سوريا كما نقلتها صحيفة واشنطن بوست مليئة بالدمار وبعض من مظاهر الحياة. هذه الصور ستنقل لكم بعضا من هذه المظاهر، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.